السلام عليكم البنات الخواتات الصحابات، هانا تاني جيت لكم عند السي العزيم اللي غادي يحمقكم وغادي يصطيكم يا البنات، وجبت لكم الموديلات يا البنات اللي واعره 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 يا البنات. موديلات عند السي العزيم واعره بزاف وموديلات فنين. وكيف ما قلت لكم البنات، راه انا من زمان يا رحمن يا رحيم، ملي باقا كنكرا في القطر يماني، يعني راه في التسعينات وانا كنتقدم من عنده وكنشري من عنده الموديلات، وموديلاته ما كاينينش في شي بلاصه اخرى. كتجي عند السي العزيم وكتجلسي توقفي تبقي تقولي ما شاء الله تبارك الرحمن، لان الموديلات رائعه رائعه رائعه. فمرحبا بكم، ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي تابوناو عندي البنات، لايك ما تنسونيش، تابوناو عندي فلاشين. طبيعة الحال مجوهرات العزيم غنيه عن التعريف، المحل ديالو هانتوما كيف ما كتشوفوا الا نزلتوا راه هو الشارع كيتقولوا الشارع الشفشاوني، وهذاك هو الجامع ديال سوق طارق، شفتوا غير كتهبطوا مع هاد الهبطه وكدوروا اونفاس مع مجزره ومشوات الاهرام، شفتوها البنات، وكتدخلوا مباشره هنا كاين هاد السيد، وكتجوا كتلقاو مجوهرات العزيم، هذا هو المحل ديالو البنات. فوالا اللي بغات تجي مباشره عند العزيم وتقدى وتاخذ السلعه ديالتها يا البنات يا البنات يا البنات. ابوناو تابوناو البنات، راه الذهب واعر هنا، كاملين كاملين البنات، جو تقداو البنات. غير كيف ما كنقول لكم لا ليفريزون شويه صعيبه، راه انا ما كنقدرش ليفري خارج كازا، فاللي بغات تقدر تجي عندي ولا تجي عنده مرحبا. بالنسبه الناس اللي ديال كازا راه يقدروا يجيو ولا نقدروا نديروا لهم لا ليفريزون، يعني في لونتوراج ديال كازا ما عندناش مشكله في لا ليفريزون، مي لا ليفريزون خارج كازا اللي شويه صعيبه. والناس ديال اوروبا وامريكا والخليج هذوك راه ان شاء الله تواصلوا معاه، والوقت اللي دخلتوا للمغرب جو عنده، اي وقت دخلتوا المغرب جو مرحبا والف مرحبا بكم يا البنات. ها انتم الموديلات كيسطيو كيسطيو كيسطيو، وغندخلوا بطبيعه الحال على بركه الله المحل ونختار لكم شي موديلات. ما عرفتش اغلبيه البنات كيسولوني على عصير الصابون وكيسولوني على ليكلو. ها انتم يا البنات شوفوا الموديلات، هادو غير اللي في لافيترين، ومازال ملي غندخلوا البنات راه غنصور لكم الموديلات. شوفوا شي حاجه زوينه بزاف، شي حاجه طوب يا البنات. وهنا ثاني هما الموديلات لعشاق العين بعدا واللي كيبغي العين، ها انتوما اشكال والوان، عشاق النمر ها هو لو فيزاج دو تيغر، شي حاجه زوينه يا البنات. كاين ثاني هنا اللي كيبغوا داكشي سامبل سوبليس، فوالا شوفوا معايا الموديلات هنا، وهادو البنات راه طلونصا وهاد السنه، هادو تما ولاو هاد الموديلات اللي زوين هنا عند العزيم. بالنسبه لادريس والتليفون البنات راه غتلقاوه في البدايه ديال الفيديو بطبيعه الحال، وها هو العنوان، حي طارق زنقه 39 رقم 30 البرنوسي الدار البيضاء. وبالنسبه للرقم الهاتف كاين الفيكس 05 22 75 78 85، او لا هذا اون بليس البنات راه غادي تلقاوني دايره لكم في البدايه ديال الفيديو. صافي البنات غتلقاو الفيديو في هذا، اللي بغات شي حاجه البنات مرحبا والف الف مرحبا، موديلات رائعين وزوينين، واكيد غنحط لكم واحد دي موديل. شو زوين زوين زوين، ها انتوما هاد الموديلات ديجا كنت حطيتهم ليكم اخر مره، اخر مره كنت حطيت لكم الكرافاج وحطيت لكم الحصيره، عقلتوا البنات حطيت لكم الكرافاج والحصيره. دابا فوالا ها هو عصير الصابون ثاني عاوتاني يا البنات اللي تسطيتو عليه ديك المره، ها هو المجموع شفتو، شوفوا شحال واعر البنات، البورنيط ما بقاش هذاك المنقوش الباكي ديالو، سبينا هما الموديلات منقوشه ثاني، ولكن هذه كبيره انا خصني البنات شوفوا رقيقه لا تكون في الطول، النقشه النقشه شي حاجه واعره تصايبك 40 سنتيم البنات. وهنا اي موديل تبغوه راه كيصايبو سيغ كوموند 17 غادي تكون تقريبا في الثمن، حاجه شي 7300 146 انتما البنات 7100
شي حاجه زوينه فريع الفريع البنات داكشي ديال الفريع وديال النخوه غادي نلبسو لكم في ايدي وغادي تشوفوا ها انتم ها انا ثاني عاوتاني البنات ها هما ملبوستي شوف هو راه غير بوحديته في اللبسه كيجي حلو هذا البنات راه 3 مليون شوفوا النقش ديالو البنات النقش ديالو انا بغيتكم هنا قربتوا باش تشوفوا النقش هذا تقريبا 3 مليون وهذا البنات تقريبا شي 2 مليون هذا 2 مليون شفتوا كيفاش داير شي حاجه زوينه وهذا 3 مليون النقشه واعر البنات ابتداء من 120 ايوا العقبه لينا العقبه ليكم حتى نتوما ان شاء الله علاش لا بشويه بشويه بنادم كيدفع بشويه بشويه حتى كيكملوا ولا جيتوا للمحله البنات راه ما نقولش لكم هذاك الشيء راه كيسطي واللي جا سبحان الله ما غيبقى ديما وفي لهذا المحل لانني انا هذا المحل وفيه ليه منذ القدم يعني راه اكثر من 20 عام الفوق وانا وفيه لهذا المحل ولكن يستاهل شي حاجه خياليه شي حاجه زوينه كاين هذا حتى هو فوالا هذا شوفوا النقشه ديال هذا عندي بحالو البنات كنت شاريه من زمان عنده مي كان غير بثمن رخيص ديك الساعه كان الذهب داير 100 غرام بحالو بهذا النقشه البنات هذا الشيء اللي كنحط لكم راه وازن الذهب وثقال ينصح العمل شوفوا هذا المفتول ولكن هذا المفتول الوازن ماشي المفتول السامبل الخفيف هذا البنات 3 مليون شفتوه وانا حيت ايدي رقيقه راه ما جانيش هذا الطيل 20 وهنا كنقول لكم البنات غير تقريبي اما راه ملي كتبقوا تاخذوا راه كناخذوا العبار وكيتصايب معكم في الثمن شوفوا الخدمه كيفاش دايره البنات شفتوا الخدمه كيفاش دايره شوف شي حاجه زوينه وازن 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 يا البنات وازن 600 فرنك هذا السامبل والمفتول 3 مليون كنتمنى يا البنات يعجبكم الفيديو اليوم واللي عجبو الفيديو اكيد ما ينساناش من البارطاج ومن اللايك ومن الاشتراك بطبيعه الحال فوالا هما الموديلات الميمات والصحابات والخواتات نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وعلاش لا كلنا نحلموا نديروا الذهب وبشوي بشوي نبداو ندفعوا انا ملي كنبغي ناخذ من عند السي العزيم راه كنبدا ندفع ليه 100 درهم 200 درهم حتى كنكمل هذاك الموديل اللي بغيت وكناخذه البنات الا مشيتوا ما تنساوش تقولوا لي جينا من طرف فل وياسمين تي في قولوا لي جينا لكم من عند قناه فل وياسمين باش يدير لكم بروموسيون وباش انه يعرف يعني اون فوا هو صالح فريمون هاد السيده دابا فاش دخلت لقيت واحد السيده تبارك الله وصلع بيك كتاخذ وقالت لي راه انا شفت الفيديو السابق ديالك ديال مع العزيم وجيت دابا تقديت يعني حتى شفت الفيديو عجبني وعجبوني الموديلات وجيت عنده فتنتوما البنات ملي تقداو قولوا لي ها جيناكم من طرف فل وياسمين تي في وراه ما غاديش تندموا البنات لانني ديتكم عند الذهبي الصح الذهبي اللي اي موديل قال انا راسي غادي تلقيه عنده وحتى كيصايب لي موديل سيغ كوموند انا عصير الصابون فصايبوا لي راه صايبوا لي سيغ كوموند البنات مرحبا بكم البنات دعموا لاشين بارطاجيو الفيديو لخواتاتكم لعريساتكم اللي بغات تشري مرحبا والف مرحبا واللي ما شرا يتنزه اكيد
عندكم.